اليوم المحكمة عقدت جلسة تبين بالخير أن الخبرة أنجزت وضعت في الملف، سلمت نسخة النيابة العامة، نسخة الدفاع المتهم، نسخة الدفاع الطرف المدني. تأخر الملف 24 ساعة للاطلاع على الخبرة وإتمام المناقشة. واش كان عرض ديالها يعني كيفاش كان العرض ديالها؟ لا ما كانش العرض، سلمت نسخة من الخبرة. يعني الخبرة ولا جاهزة دابا؟ الخبرة كاينة ماشي جاهزة، واجدة، خصنا نطلعوا عليها ونشوفوا شنو فيها. راه كبيرة شوية في شي 80 صفحة ولا 70 شحال هكذا قد هكا، ولكن مازال ما طلعنا عليها. الله صورنا النسخ باش نطلعوا عليها 24 ساعة، باش عندنا الوقت الكافي لإعداد الدفاع ونطلع عليها ومخابرة ثم إتمام المناقشة. هل يمكن يعني الخبرة أن تقلب الموازين في الاتحاد؟ هي الخبرة في الصراحة ما غتقلبش الموازين. هي الخبرة لأن حنا اللي هما كانوا طالبوا بها في الأول ولاو تراجعوا عنا، وجا واحد الوقيته بقاو يقولوا ادعاءات اللي هي غير حقيقيه. كيدخلوا كيشوفوا الفيديو كيخرجوا كيقولوا ما كاينش، كيدخلوا كيقولوا داك الفيديو راه مزور، كيخرجوا كيقولوا الصحافه ما كاينش، كيدخلوا كيقول لا شي واحد يشبه له، كيخرجوا كيقولوا ما كاينش، كيدخلوا كيقول هو ماشي هو، وكيخرجوا كيقول حقا فيه الرضائيه. دابا غير تثبتوا على حال مش كاينه ولا ما كاينش هذا الواقع، واش هو ولا ماشي هو، لا لا مزوره وطعنوا فيها بالزور. ملي كتعم بالزور لابد خبره، قلنا ودي حنا ومرتبطه بالنسبه لنا وعندنا عدد من الادله في مقدمتها ان كاين من الشهود اللي جاوا وصرحوا باللي قالوا هذاك هو وهذوك حنا. دونك هذاك الفيديو حقيقي. ملي كتجي السيده كتقول له انا ما عندي حتى مشكل مع هذا السيد، وهادشي درتو وكنت حسابني غيتزوجني وما عرفتوش كيصورني وهذيك انا وهذاك هو. ملي كتلقى فيديو فيه كيقول لها فلان وتقول له اتوفيق شنو باقي؟ ملي تلقى الفيديو كيقول لك هذاك البيرو ديالو في التصاور هما اللي كاين. ملي كتشوف كلشي كيقول لك ديما كنا ودي حنا دابا انتوما ماشي معكم كثار، حنا دابا انتوما هاد الادعاءات اللي كتغلطوا الراي العام للاسف ما كينقلوش. هما كانوا جالسين العقد مع الربعه، الربعه وخمسه راهم عند الصحافه مازال كاع ما بدينا كيعطيو تصريح ما كاينش ماش كاين اللي كيخرج ما يشوفش. لو كان ما شفتش وانت ما بغيتش تشوف خرجت، قول دابا انتم فيكم هاد التناقضات نديروا حاجه حنا كتقولوا مزوره. انا ما زيد مزوره هاد الخبره مزيان ديروا الخبره. جاوا قدام المحكمه قال له السيد الرئيس حنا هاد الخبره ما بغيناهاش. قال لك اسيدي خفنا تبان مزوره وغادي نشوهوا الاجهزه. حبس انتم راكم شوهتوا منين قلتوا زوروا ودابا خفتوا عليهم؟ انتم سبيتوهم هنتوهم قلتوا زوروا طعنتوا بالزور فيهم درتوا الشكايات بالتزوير ودابا خايفين عليهم؟ خليها سيدي، الا كانت هذه الخبره جات وقالت لك هذا الفيديو مزور اللي زور يمشي للحبس وهذا كيخرج، ياك حنا مع الحقيقه نمشي معكم اكثر. وان كان حنا عندنا القناعه وكاين ادله كثيره تفيد. اصلا هو علاش لو كان كانت مزورة كان يشوفها هو أول حاجة غير بدا وقال له حبس ما نشوفش. وكما قلت لكم راه أول إنسان تقول له دير عندي فيديو مصور كاد تسرق يجيب لي نشوفه ماشي ما نشوفوش، ولكن كان داير وعارفوك ما نشوفوش أنت صانعو. وتأكدنا باللي التصوير ديالو اللي جا التقني ديالو وحسبنا بريزات وراقي كيفاش داك الشيء كله تأكدنا وراه سبقنا صرحنا فيه وقلنا لهم دايروا معكم هذه الخبرة سيدي. منين طلبنا احنا الخبره تراجعوا هما ياك احنا ما بغيناش. واش كتصور ان دفاع متهم يتراجع على خبره؟ ياك الخبره راي تقني غتكشف واحد الحقيقه فيها غموض غير 1%. احنا راه مقتنعين 100% كان تصريحات الشهود، كاين عدد من القرائن، كان تصريحات ذاك التقني ديالو، كاين عدد من ورغم ذلك احنا نسدوا هذا الفم. هما اش قالوا؟ قالوا سيدي الرئيس احنا بغينا نقولوا بلا خبره لان بغينا غير نشكوا فيها ونشك لمصلحه المتهم. تفسير ورا المحكمه خاصها تخضع الشك باليقين. ملي كتجي تشكك باش تسدلك في بوش ندير معاك خبره سالينا، هيا امرت بخبره جات الخبره غنشوفوا شنو فيها.